وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تقسيما بديعا فقال إن الناس في قوة الوازع ينقسمون إلى أربعة أقسام، منهم من يكون الحاجز بينه وبين الذنب كجبل فلا يرى المعصية ولا يسمع أصواتها ولا يرى ألوانها ولا حركاتها ولا يشم رائحتها، وهؤلاء هم المحفوظون وهم قليل. والقسم الثاني الحاجز بينهم وبين المعصية كالزجاج لا يستطيعون اختراقه فلا يصلون إليها، لكن يرون حركاتها وألوانها ولا يسمعون أصواتها ولا يشمون روائحها. والقسم الثالث الحاجز بينه وبين المعصية كالماء يمكن أن يخترق بصعوبة ولا يحجز الروائح ولا بعض الأصوات وترى من ورائه الحركات والألوان. والقسم الرابع الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، فهو مع المعصية في لحاف واحد يسهل اختراقه ولا يحجب صوتا ولا رائحة ولا حركة ولا لونا. طيب شيخ، فمن كان الوازع الديني قويا في قلبه فهو برهان الله، كما في قصة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو علامة التدين أيضا. نعم، هو علامة التدين أن يكون الإنسان إذا رأى معاصي الله لم ينتهكها وإذا خلا بها لم ينتهكها.